كل حال السلام عليكم ومرحبا بكم اكو ضيافنا اليوم. على كل حال واش راني نشوف يعني مشوار تاع جمال بالماضي يعني راه في المستوى يعني باش تفوز بكاس افريقيا يعني ماهيش حاجه سهله. سان انترينور دو نيفو لي كامام خدم كانت عنده يعني شخصيه كبيره باش تحكم فريق وطني وصعيب سي با فاسيل باش تحكم فريق الوزن الجزائري مع الصحافة اللي كاين واللي كريتيك ونعرفوا بلي الجزائريين معروفين في هذا الشيء لأنه من هبة ودبة ولا يتكلم على الكرة الجزائرية يعني خاصة كاين الناس اللي ما عندهم حتى معلقة مع الفوتبول تلقاه يكريتيكي عن جمال بالماضي يعني عيب يعني ديجا هو إلا في سي بروف في القطر اللي تي شامبيون دازي فاز بالبطولات في العراق في القطر. نظن باللي جمال بالماضي يعني حاليا المدرب المناسب للفريق الوطني نشكروه على كل المجهودات اللي يعمل فيها ونظن باللي جمال يعني نابا كما يقول لك هو يدافع دائما على الفريق الوطني نابا سونتيمون مع لي جوار هو ليسونسيال سي لانتيري تاع الفريق الوطني يعني نعرفوه من زمان باللي جمال يحب الفريق الوطني ويحب الجزائر ولذا نظن باللي جمال المدرب المناسب اليوم ونشكره على المجهودات الكبيرة اللي يعمل فيها. نظن باللي أنا شفت المقابلة الأخيرة اللي جرات بين الفريق الوطني الجزائري والفريق النيجيري نظن باللي يعني باش تشوف باللي جمال الفريق الوطني تاعنا اون غاني بوكو دو شوز في هذه المقابله. كاين ناس بزاف بون على حسب ما شفت المقابله يعني 55% ترجع للفريق الوطني و 45% ترجع للفريق النيجيري. انا شفنا الماتش بلي كانت المقابله يعني ايكيتابل دون لونسون مي كوم حنا ربحنا المقابله لافونتاج شويه للجزائر ولكن كاين ناس بزاف ما تعرفش كره القدم والحاجه المليحه في الماتش هذايا وشنو هي سي وليد نقول لك بلي ربحنا بزاف اشياء في هذه المقابله لان اولا ربحنا لو بون دو توش هو الصح يعني باش تشوف باش غدوه تشوف بن رحمه لاعب كبير بولحيه لاعب كبير تشوف دولور ثاني تيك لاعب كبير تشوف ابراهيمي لاعبين كبار تشوفهم في البون توش غدوه يعني تقول باللي عندنا فريق وطني باسكو لي زوتر جوار اللي عندنا سي جوار كونفيرمي فازوا بكاس افريقيا داروا مقابلات كبار فزنا بلا كولومبي ب3-0 يعني بلي تشوف بلي الفريق الجزائري رجع فريق عالمي يعني بلي جوالك من اليوم الفريق الوطني الجزائري عنده شخصيه كبيره ولات ولا فريق من اقوى الفرق اللي حتكون ان شاء الله في المستقبل. انا كل حال قلت لك جمال بالماضي دائما عنده يعني اشياء جديه يعني اشياء يشوف فيها بعيد بارابور لي سيب دونك انسان هو يعرف باللي يقول باللي انايا لوكا تاع عوار لا ريزون يقول لك انا هذا اللاعب حاب يلعب فرنسا الله يسهل عليه ما نهضروش على واحد حاب يلعب في فرنسا احنا نحوسوا على اللاعبين تاعنا دوك عوار راح خير فرنسا الله يسهل عليه دوك غد عوار يرحم بابك غدوه ان شاء الله تكون تلعب فرنسا يفتح لهم ماتش اوفيسيال مع اسرائيل اسكو عوار يروح يلعب ولا ما يروحش يلعب؟ يروح يلعب مع اسرائيل صح ولا لا؟ لا هنا في الجزائر ما يلعبش راك فاهم ولا كذا دوك الشخصيه تاع الانسان كاين امور كما يقول لك دينيه كاين اسلاميه في هذه الامور هو خير فرنسا ان شاء الله ربي يحشره مع فرنسا واش نحب نقول لك انا الانسان الواحد ما يحبش يجي ليا انا ما نحوسش عليه كاع ما نهضرش عليه كاع باسكو كاين بعض الصحفيين اللي ما يعرفوش كره القدم راك فاهم كوم اللي راهم الفوتبول دوكا اللي محكمين الناس في الجزائر باري سوم تشوف المحللين في اوروبا تلقى لي زونسيان جوار دونك هنا من هبه ودبه انا قلت لك باش يحلل الماتش الجيري مع نيجيريا ما يعرفش ما يقدرش يقول لك واش من الفايده بون ربحنا واش من الفايده الفايده كبيره ربحنا لاعبين كبار غدوه يكون البونتوش تاعنا يكون الفريق الوطني كبير كاين الناس ما تعرفهمش دوكا مناجر قهوه تجي تلقاه مناجر يدير لاعبين هذا من بعد لي جورناليست تاع الجزائر او كيف يعني صح ولا لا؟ نظن باللي انا باللي بالماضي او يقدم في خلوه يخدم فهمت بسان قال يربح لك كوب دافريك في مصر سي با فاسيل يا جماعه سي با فاسيل.
انا نظن باللي الازمه الاولى اللي ينجم يخرج فيها واسمه يوسف بلايلي، ونتمنى ان شاء الله يكون يصير فارق ان شاء الله. اولا نظن الحاجه الاولى لان السالير تاعو اللي ان بو الفي النقص اوموان نص السالير تاعو باسكو مازال عنده 28 طون، يلعب هذا العام نص سالير باغ اكزومبل يخلص 175 150 ولا 200 يخلص غير 75 ما يحوش على الدراهم بور لانستون، يحوس يسيني يحكم لا فورم تاعو من بعد بار لا سويت على بالي باللي بلايلي سيلفا باغ اكزومبل يلعب في اسبانيا ولا يلعب في 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 غرون كلوب، على بالي باللي بلايلي حيقدم يعني سيرتو لا بيريود اللي قعد فيها دوكا او حب يلعب على كل حال باش يلحق. لا 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 جمال بالماضي علاش بوركوا شاك فوا ان لونترينور اللي يربح لك كاس افريقيا وعنده 18 ولا 19 مقابله ما خسرش واش انت هنايا لي زاناليست تاعك انسان اللي تعرف كره القدم واش راح تعطي له؟ انا بور ما نعطي الحقوق كاع يعني لجمال بالماضي، لو كان خاسر وما ربحش كاس افريقيا من حقك تكريتيكيه فاهم؟ دوكا هو الانسان هذا اليوم أو عنده لي ريزولتا لا في دي بون ماتش سيتو الماتش لالجيري كولومبي هذاك سي اكسيبسيونيل، بو با تربح لا كولومبي 3-0 يعني سي جمال بالماضي اللي كان في البونتوش نو؟ ياك هو دونك انت كيفاش تكريتيكي ان اونترينور باراي فاهم؟ دونك الفيدراليه راهي ضعيفه ولا ماهيش ضعيفه، حنا اليوم عندنا فريق وطني خاصه جمال الماضي متحكم باسكو سي ما تقدرش ان اونترينور يجيري لك لي جوار برو لي جوار هادو ياكل واحد الكاركتر تاعو سي 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 با فاسيل. هي كل جمال اللي يتحمل اللي يقدر يجيري هذا الجروب لي بورتون سي جروب اللي ماشي ساهل لا ياك ما جاز وداروا له مشاكل لونترينر اللي جي جاز كور كيف وداروا له مشاكل جاز اللي كان داروا له واسمو هذاك لونترينر اللي كان رايفات قاعتك سي لو جروب هذاك اي نا با اكسبتي لونترينر ايزون فيلي دونك لي جوال تاعنا صابوا الراحه اليوم على الجمال الماضي ماك فهمت تقدرش جبل الماضي اليوم تقول باللي عليه كذا ولا كذا، ولكن باش تجيري دي برو هاد لي جوا اللي يلعبي في اوروبا لاعبين خاطر في فرنسا سون با فاسيل. بيان سور فوز تي توجور ان فيكتوار كي تربح تي توجور حاجه مليحه للمورال فاهم. دونك انا نشوف باللي الماتش البروشان ماتش مع المكسيك راح تكون يعني مقابله كبيره ولهنا نشوفوا اللي يعني بالماضي الخطه اللي راح يلعب بها اسكو راح يدخل لي جوار كونفيرمي مع لي جوار لي زون في كيما بن رحمه وبو يحيى اسكو فاليزانتيغري دوك راح نشوفوا مع الماتش تاع المكسيك. نظن باللي الماتش تاع المكسيك راح يكون صعيب بزاف لان فريق قوي فريق المكسيك قوي ونشتو شتا ديرنيرمون لعب ماتش كونت امريكا فاز 3-0 في 3-0 نظن باللي عنده فريق قوي فريق ما يقول لك كورياس ونتعرفوا الامريكيين الامريك لاتين فوتبول تاعهم يتشابه شويه لعبوا بزاف تكنيك ولكن باللي هما يسون تكنيك وعندهم كما يقولوا لك يسون اغريسيف ما يخليكش تلعب يعني ما حش يعطيك لا شونس باش يعني دير واش راك تحب راك فاهم. سي بور سا نظن باللي المقابله حتكون كبيره بزاف نظن باللي هنا يبان يعني الفريق الوطني الحقيقي مع المقابله هذه. انا نظن باللي المقابله حتكون صعيبه بزاف يعني باش نقول لك باللي الفريق الوطني حيفوز بالمقابله كما الناس راهي دايره فيها 100% نظن لا انا الفريق المكسيكي حتكون مقابله صعيبه للفريق الوطني لانني قلت لك باش تشوف بلي هنا لو ميم جو تكنيك بين حنا وهما هما يسون ان بو اغريسيف لينا وعندهم كيما يقول لك لاباساديس انا شفتهم من الميلو تيران حتى لاطاك لاباساديس هما ما يتقلقوش عندهم لا فينيسيون في اللعب تاعهم. نظن بلي انايا لو سول مشكل اللي راح نشوفه هو لابسونس تاع بالعمري وعطال لان عطال يحب يلعب يعني يمد لافونت شويه الفايده للاطاك ونظن بلي بالعمري البوا تاع بالعمري راح يضر شويه الفريق الوطني في المقابله هذه. اون ماركي 13 بيت ايزون ماركي 13 بيت اون انكيسي 2 بيت هما ثاني تيك ايزون انكيسي 2 بيت حنا اون ايو
يعني مير اتاك مير ديفونس مير جوار فهمت هما حتى لا ميم شوز نظن باللي كي تولي تشوف هذيك كاس افريقيا تاع التسعينات وكاس افريقيا تاع 2019 نظن باللي ما فيهش يعني ديفيرونس كبيره راك فاهم لا ديفيرونس اللي كانت عندنا احنا بارابور ليهم سيتي اون اي بلوزيور يعني ديكسبيريونس بارابور هاد اللاعبين حنا اون يعني الموين داش تاعنا ما بي 28 طون هما يعني ا بيبري 23 زون 24 كاين ابار بون اسمو غديورا برك ابار ونقول حلي كانوا شويه بالعمل اللي شويه كبار من الاخرين كاع صار بارابور لينا حنا اون افي الموين داش سيتي 28 طون لي جوار تاعنا عندهم بزاف ليكسبيريونس راك فاهم باسكو لعبنا بزاف لي كومبيتيسيون بارابور ليهم راك فاهم انترناسيونال سي بور سا لي حنايا عندنا هذيك شويه كما يقول لك الشارم تاع تاع الكره باسكو حنايا لا باس 10 اونيتي بلي فور كو ليكيب هذه باسكو حنايا كنا نغارديو بزاف لا بال ما نبحروش لي بال بارابور فهمت هما كان عندهم لونغاجمون فيزيك علينا صح سيرت هما خادمين بارابور البيلوت تاعنا مي دون لونسومبل يعني كاس افريقيا تتشابه واش نقول لك انا هذيك لا بيريود تاع كوب دافريك يعني دون لونسومبل كنا نجم نقول لك باللي كنا فريق واحد يد وحده فهمت وكان عندنا ان غرون كونترينر ربي يرحمه كرمالي فهمت اللي نرحموا عليه ونظن باللي انا واش لا بيريود هذيك كيما يقول لك كنت في اوروبا في بلجيكا جافي با لا ميم كيما يقول لك الفيزيك اللي كان عندي كيما كنت نخدم هنا في الجزائر بارابور لا بلجيك لا بيجي كنت خدمت بزاف كما يقول لك انا طرافاي بوكو باش صبت يعني صبت الراحه في لي ماتش تاعي اللي لعبتهم جيتي اليز راك فاهم وما ننساش كل حال هذاك الدوره هذيك باش فزنا فيها لاول مره يعني كان فرح كبير للجمهور الجزائري وخاصه لا بريمير كوب دافريك وين كما يقول لك حنا مدينه الاربعاء مدينه صغيره جيب لهم كوب دافريك الاربعاء هذيك لا بيريود يعني حاجه مليحه بزاف لسيرتو بابا ويما الله يرحمهم خاوتي فهمت يعني كان عندي كما يقول لك حاجه اللي ما تنجمش توقعها يعني من الفرح يعني فهمت تجيب كوب دافريك للدار تصور بها الشيخ ولا زوج الدنيا سيتي توجور ان شارم كانت يعني حاجه حلوه بارا يعني في البيريود هذيك على كل حال انا واش نقول لك انا نظن باللي نعرفهم في زوج ولكن انا نظن باللي سي محمد الرؤى يعني عنده تجربه كبيره وشخصيه كبيره يعني واحد ما ينساوش انسان او انسان مشهور يعني في كره القدم وانسان اللي خدم الجزائر وعمل الكره الجزائريه وما تنساوش لبون تعب وخدم لان باش تشوف السونتر تاعنا تاع سيدي موسى وتشوف الفريق الوطني الجزائري بارابول واش كان في الخارج في الهيبه تاعو في افريقيا ولا في العالم يعني مع محمد الرواروا كانت يعني من يعني انسان عنده ان بوا فهمت ولا كاليفي بار اكزومبل دو فوا كوب دي موند ماشي حاجه سهله راك فاهم يا في با تشانس باش دير باش فاز بكاس افريقيا ولكن سي محمد الرواروا خلى بصمه تاعو في الاداره الجزائريه على كل حال زدتي هذا وان ما شحال ما مخصوص بزاف عندهم ليكسبيريونس ينا با بوكو ديكسبيريونس بارابول واش عنده الحجر وروا هي لا ديفيرونس اللي بيناتهم سي كلاخر اللي عنده يعني ديكسبيريونس كبيره بارابول ليه راك فاهم او تيج ولادو هو راك فاهم دونك محمد روا يعني بارابول زتشي نظن بلي زتشي طاح في بيريود صعيبه بزاف وما يقدرش يتحمل لو بوا تاع المشاكل اللي راهم دوكا المشاكل اللي راهم هو الحامل اليوم اللي راه فيهم زتشي بارابول الحاج لو كان في بلاصتو الحاج يفريها اون كارون تويتر فاهم يعرف كيفاش اللي دوي في هاد الامور بارابول زتشي
على كل حال سوى الشخص تشوف اليوم تشوف يعني من ايش نشوفه خير في الكره، الخير في الكره الجزائريه يعني انا نشوفه منين نبداو منين الدال لا سيزون حتى تخلص وحنا في المشاكل كاع لي بريزيدون يشتكيو يعني باش المشكل الاول تاع لي كلوب في الجزائر هو المشكل تاع يعني ما تقدرش تقاوم فريق كيما اليوسما ولا تقاوم فريق كيما مولوديه ولا تقاوم فريق كيما سيربي ما تقدرش تقاومهم هادو فريق صغار كيما غيليزان ولا ولا مقرا ولا عمليلا كيفاش تتقاوم فريق شركه سوناطراك تمد بالالافات المليارات تمدهم للاعبين وفريق مسكين ما عندوش مابا باش يشيل الماء اسكو سي اسكو سي لوجيك سي با لوجيك ديجا هنا المشاكل يبداو من الدوك يبداو تعطي الشركات بعض الفريق لازم تعطي الفريق كاع شركات كاع تعطي لهم كاع شركات باش يكونوا مستوى واحد يعني غدوه تقدر تجيب جوار تشري 150 انا نقدر نجيب 150 عندي شركه راك فاهم واش انت قاعدتك لي بريزيدون كلوب كاع مكاتبهم شويه خمتش منها يجيب منها بصح ما يكفيش الحال يجي نهار وين الفريق يسقط حنا باغ اكزومبل الفريق من الاربعاء لا دوزيام اني تاعنا كنا كلاسين كاتريام وفينا الكوب دالجيري باه بوالو 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 ما عندي شركه بصح لو كانت عندي شركه نفوز بالبطوله نفوز بكاس الجمهوريه ما عنديش مشكل انا منين الصباح وانا عندي مشاكل حتى الليل على الدراهم ما كاش كيفاش دير كيفاش تجي كيفاش تروح كلنا عندي شركه انا رئيس نخدم براحتي نخدم براحتي لازم اللاعب تسيطر على اللاعب اللاعب تما تخلصوش خمس شهور ولا ست شهور كيفاش تسيطر عليه واش راح تقول له واش راح تقول له الجوار فهمت ولا ما فهمتش والمشكل الكبير ثاني تيك يا حبابك انا لحد الان انا خدمت مناجر من اولي في الجزائر مازال ما شفتش مناجر في الجزائر عنده بيرو عنده بيرو تاعو عنده قاعدتك مساكن في تروطوارات يروح يدي زوار يروح مانيش عارف ولا طاطونو بيطيح له اون با ولا ما طيحش نورمالمون عندك بيرو البريزيدون ويجي يجي يحوس عليك يحوسك على اللاعب تاعك ماشي انت تحوس على البريزيدون باش تبروبوزي له ان جوار صح ولا لا في اوروبا هكذايا كان لي جوار كونفيرمي كان باغ اكزومبل ان كرون جوار هو لي زيكيب يضربوا يحوسوا على المناجر باش يهضروا مع المناجر يقولوا شفنا الجوار تاعك سينيهن عطيهن وكذا منها صح ولا لا لا حنا هنا الجو ملي تنوض الصباح وانت تجري مول لي كلاب باش تبلاسي الجوار اسكو سي نورمال سي با نورمال ولي مناجر تاع دوكا كش واحد داير ستاج ولا قريب الفوتبول ولا كاين والله غشتهم هنايا في القهاوي تلقى مسكين يبيع الدلاغ ولي مناجر كي فهم لي في هذه ما فهمتهاش انا يا صاحبي وتلقى حاكم اللاعبين ويسيطر عليهم والله تقول له تقول له 4 4 دو شنو ولا 3 5 دو ولا يقول لك انا ما على باليش انا ليسونسيال انا راه ندخل شويه دراهم ندير جوان بلاصيه وتلقاهم يتضاربوا لي ماناجير يضربوا ما بيناتهم يا ودي عيب كبير شو صاير في الفوتبول تاع الجزائر هذا وحق الله العظيم غير من يعني ما تفهم والو انا واش نقول لهم انا نقول لهم باللي كان عندنا فريق كان عندنا فريق كبير انا نظن باللي من 60 دو اليوم هذا جامي شفنا فريق كبير كما في الوقت اللي كان اللي كنت فيه هنايا كنا نشوفوا مقابلات كبار اسمع باش تربح تخسر مع مولوديه 3-0 تقالي زير ربع ساعه تولي 3-3 تعرف باللي عندك فريق فهمت لا لا عملي سقطنا فيه ولكن مقبل كنا ربحنا كاع لي كلاب ربحنا لي كرون كلاب سطيف علي روتو ربحنا مولوديا علي روتو سيال كنا نربحوا كاع لي كلاب تاع الجزائر علاه باسكو كان عندنا كما يقول لك شويه الوالي عطانا شويه دراهم كان يمشي شويه الفريق لو كان ما كانش دراهم الفريق الامن ربيع ما يمشيش كل شيء يمشي بالدراهم راك فاهم ولكن كاين الناس ما يفهموش الشيء هذا ولحقوا باش كسروا الفريق تاعهم هما كاين ناس مخصصين في الاربعاء معروفين يعرفوهم كاع الناس اللي تعرف كسروا الفريق تاعهم شوف الفريق تاعهم نجح لو كان مشاو مع الرئيس ومشاو مع الفريق تاعهم ما يصراوش انت واش دخلك انت تلقى واحد يجي للجوار سبحان الله العظيم يقول له واش خالص ولا ماكش خالص انت واش دخلك انت شكون انت اداري انت شكون باش تقول الفريق تاعك الجوار تاعك تاع خالص ماشي خالص يدخلوا في امور اللي ما 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 من المستحيل يعني السبع باش تعرف الضمير تاعهم هذا اللي يدير اللي سيبورتور اللي كسروا الفريق انا نظن باللي امل الاربعاء يغسل توجور ان كرون كلوب مالغري بلاد صغيره بصح كان خرجوا لاعبين كبار من الاربعاء نظن باللي ليرر الكبير المضره الكبيره للفريق تاع الامل الاربعاء نقولها ونعاودها باللي كاين اشخاص شويه تاع لي سيبورتور هما اللي كسروا الفريق هذا وكلمه اخيره نرحم على
اخي عبد الله عبد المعيش الله يرحمه ويوسع عليه، كان خويا دوزنا شهر رمضان كيف هذا رمضان اللي فات، دائما مسكين يجي عندي الاربعه ما مضل هنا عند الشيخ يجي نرحم عليه، وإن لله وإنا إليه راجعون. كان انسان مخلص وانسان نتمنى له كما يقول لك ان شاء الله الاولاد والعائله تاعو كما الصبر، وان شاء الله نتمنى الاولاد يكونوا رجال كما وصاهم. وان كان يعني ثانيتك كان صديق واحد اخر ثانيتك محمود قنون كان صديق تاعنا ثانيتك نبلغ له السلام. وهذه كما يقول لك سنة الله في خلقه، والسلام عليكم.